ميلا منى عشماوي. لا تزال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعلق أعمالها احتجاجا على ما أسموه بالتجاوز الصادر من أعضاء البرلمان المصري والتشكيك بنزاهة أعضاء اللجنة والمطالبة بحل هذه اللجنة التي يترأسها المستشار فاروق سلطان، معللين أن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هو نفسه الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية في عام 2005 وسمح بالتزوير لصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك، بينما خسر منافسيه السباق الرئاسي وعلى رأسهم دكتور أيمن نور رئيس حزب الغد. إلا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أكدت أن الانتخابات الرئاسية لن تؤجل وأن موعدها المحدد في 23 و24 من مايو آيار الحالي. الأزمة في أشخاص اللجنة، الأزمة في شخص رئيس اللجنة، الأزمة في النص المنظم لأعمال اللجنة هو 28، لكن لو تصورنا هذه اللجنة بغير فاروق سلطان وباختيار رئيس جديد للمحكمة الدستورية، أنا أتصور أن الأمور قد تمر بطريقة أكثر سلاسة. يتنافس في الانتخابات الرئاسية بعد الثورة 13 مرشحا، من أبرزهم عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، ودكتور محمد مرسي المرشح عن حزب الحرية والعدالة حزب الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سليم العوى المحسوب على حزب الوسط، وحمدين صباحي المحسوب على الحزب الناصري والصحفي والناشط السياسي. إلا أن التكهنات ما زالت قائمة حول مدى شعبية الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمصر في عهد مبارك، وهل من الممكن أن يحظى بشعبية في الشارع بعد أن سخر من الثورة في أحد اللقاءات التلفزيونية قبل تنحي مبارك بأيام، حيث أن قانون العزل السياسي الذي خرج من مجلس الشعب لاستبعاد من كانوا يعملون مع مبارك من الانتخابات الرئاسية ما زال منظورا أمام القضاء للبت فيه حتى الآن، وهل سيكون للأقباط توجهات خاصة بعد وفاة البابا شنودة في اختيارات الرئيس القادم، خاصة أن المرشح حمدين صباحي يجد توافقا كبيرا لديهم ولدى عدد كبير من الليبراليين والمثقفين في مصر. الصوت المصري المسيحي أعتقد أنه الآن بلا توجيه، المرة دي مفيش هذا التوجيه، وأنا في اعتقادي أن معظم الأصوات سوف يعني يتم تداولها أو تقسيمها ما بين مرشحين رجال دولة حكم العلاقة الأزلية أحمد شفيق وعمرو موسى، وأعتقد كمان أصوات سوف تذهب إلى حمدين صباحي وبنسبة كبيرة أيضا في هذا الموضوع. وسط أجواء من التشكيك وتخليص الحسابات بين البرلمان والمجلس العسكري من جهة والبرلمان والحكومة من جهة أخرى، تجرى الانتخابات الرئاسية وسط زخم دعائي وإعلامي كبير، لتصل الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين إلى أكثر من 4 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد بأن هناك دول بعينها تدعم مرشحين بعينهم حتى تتحكم في الاتجاهات السياسية الداخلية والخارجية لمصر بعد الثورة. منى عشماوي، الجديد، من القاهرة.